طيب، صباح الخير على الجميع. شلونكم شباب؟ إن شاء الله تكونون زينين. اليوم رجعت وياكم بدرس جديد، هو عبارة عن دمج. شلون راح ندمج مجموعة صور ونسويها بلوحة واحدة أو صورة واحدة؟ الصور كلها راح تكون موجودة على القناة، يعني راح أخلي روابط حتى تنزلوها من الموقع. الموقع هذا ينطي الصور مثل مجانية، بس من تشتغل عليها يعني يفضل تخلي اللينك حتى تكون يعني مثل حقوق نشر يعني محفوظة. طيب، بالبداية راح أبدي وأفتح صفحة جديدة، هي 1920، نسويها مثلا في 1080، الريزوليوشن 300، بعدين ندوس أوكي. طيب، بعدين راح نجي نختار الطبقة الرئيسية اللي راح نشتغل عليها أو الخلفية، ندوس كنترول او نختار هذه الطبقة. هو قياسه طلع شوية صغيرة بس ماكو مشكلة، نقدر نكبرها. طيب، حاليا هذه مناسبة، هذه نلغيها. اي شيء ما تحتاجه تلغوه حتى تخفف الحمل او اللود على الفوتوشوب. طيب، بعدين هم ندوس كنترول او مثلا نختار البيت هذا، الطبقة كلها نشيلها ونخليها على الطبقة الأصلية، ومثلا تختار فد مكان، مثلا نخليه يكون هذا على سبيل المثال، ندوس كنترول وتي، بعدين نقلب الصورة بهذا الشكل. شوي نخفف الطبقة هذه حتى نشوف انه وين يكون مكان البيت يعني المناسب. خلي شوية نسوي اصغر بعدين. طيب، حاليا هنا زين. اجي بعدين على الطبقة هذه، نفتح ماسك، بعدين نختار اللون الاسود، يعني ندوس على البرش، بعدين لون اسود، بعدين نجي نمسح. طيب، المسح صار خفيف، نجي نزيد. طيب، حاليا بهذا المكان راح يكون شوية حساس، عندك اختيارين، يا اما تختار الفرشات اللي تكون حادة، او مثلا تدوس حرف ال L بعدين Shift و L لحد ما تطلع عندك هذا الاختيار اللي هو هذا ثاني واحد، بعدين تدوس كليك وكليك، بعدين تجي مثلا تحدد بهذا المكان. حتى الشغل مالتك يكون شوية أحسن. حاليا من تحدد تدوس همين حرف البي وتجي تمسح بكل سهولة. طيب، حاليا راح نشيل التحديد وراح نمسح الطبقة الباقية اللي هذه الفوق، هذه نفس الحالة، ندوس عليها كليك كليك أسرع. خلاص. طيب، حاليا عند البيت تقريبا شوية مو واقعي. شوفوا دائما من تشتغلون على طبقة
يعني تسوون هذه الحالة حتى تشوفون وين أكو خلل. حاليا عندي الخلل بهذا المكان، حتى نجي نمسح. طيب حاليا كل شيء توب، لكن عندي التون مال البيت شوية لونه قوي مثل ما تشوفون، يختلف على الخلفية. بهذه الحالة ندوس كنترول ويو ونقدر نلعب بهذا المكان، نسوي أبيض مثلا بهذا الشكل، ونقدر هم نخفف الطبقة نسوي شوية أفتح، وبعدين ننطيله شوية بلور حتى يصير مثل معزول، نروح على فلتر بعدين بلور غازيان بلور، نختار مثلا 1 أعتقد، أو نسويها 0.5 مثلا 5. أوكي هذا زين. ونقدر بعد شوي نسوي أصغر القياس حتى ما يكون مشتت، يعني بهذا الشكل توب. طيب حاليا لحد الآن الخطوات سهلة، نجي نحذف الصورة هذه، بعدين كنترول او او فايل اوبن، بعدين نجي نختار الصورة هذه، نجي ندوس حرف الدبليو ونحدد، كل المكان اتحدد بس نتأكد. عندي مكان الشعر بعد، هنا ندوس Alt وكليك، هنا ندوس Alt وكليك. طيب حاليا ناخذ الصورة هذه راح نلغيها، بعدين كنترول و تي نختار قد قياس يكون مناسب، طيب اعتقد هذا زين. نجي شوي نحرك البيت، طيب مثل ما تشوفون حاليا الصورة صارت موجودة عندي، بس التون يختلف، يعني الدرجة هذه قوية ومبينة مثلا مو دمج، يعني العفو مبينة دمج مو يعني مو واقعي. طيب شلون راح نخليها مثلا واقعية أكثر؟ الطبقة هذه نفسها نجي بعدين على الاختيار هذا من جوا، نختار الهيو ساتوريشن، بعدين ندوس هذا المكان مثل ما تشوفون، هذا السهم طلع جوا. شنو معناته؟ معناته من تجي انت تغير اي شيء تسوي الخلفية ما راح تتأثر، الطبقة بس راح تتأثر، الطبقة هذه اللي انت اختاريتها. فبهذه الحالة راح نطلها شوية بياض مثلا 7 أو 8، بعدين نخفف اللون، مثلا 15 أو 13 مثلا. طيب حاليا هذا زين. أوكي خلينا نشوف قبل وبعد، حاليا صارت واقعية أكثر. طيب نيجي بعدين نحط طبقة جديدة، ندوس همين عليه Alt، أول شي خلينا ننزلها هنا حتى تصير مباشرة على الطبقة هذه مثل ما تشوفون هذا السهم. بعدين الطبقة اللي فتحناها جديدة نروح على Edit، بعدين Fill نختار 50
اللي هو اللون الرصاصي هنا جوا نسوي 100، ندوس اوكي. صارت عندي بهذا الشكل. بعدين نجي نختار من المود اوفرلاي. حاليا كل شيء يعني ما تأثرت الطبقة. ليش سوينا هذا؟ حتى نزيد من الواقعية. طيب راح نجي بعدين نختار الأداة هذه، وحاليا راح نشتغل بس على المكانات اللي بيه مثلا الهايلايت. ندوس كليك. المكان اللي بيه مثل إضاءة هذا بس شوية نزيده، نعطيه شوية لون زايد حتى تبين إنه يعني واقعية أكثر. عند المكان هذا هم بيه إضاءة، نقدر شوية نكبر القياس. بعدين نجي نختار أداة الحرق، نشتغل على اللون الأسود أو الأماكن اللي بيظل. حتى لو تكبر أنت الدائرة وتدوس على هذا المكان ما راح تتأثر. ليش؟ لأن الطبقة هذه داخلة بالطبقة هذه، يعني التأثير راح يكون بس على هذه الطبقة. إذا شفت اللون قوي تقدر تخفف الإكسبوجر مثلا حتى ما يكون كلش قوي. وهمين تشتغل على المكانات اللي بيها ظل. الطريقة هذه كلش ممتازة، يعني راح تزيد شوية من الواقعية اللي موجودة بالشغل أو بالدمج. والفيديو هذا هم من سويته لأن هواي ناس طلبوا على اليوتيوب أنه يكتبون ليش تشتغل مثلا سريع. الشغل السريع بصراحة لأن راح يختار يعني العفو راح ياخذ مني وقت كلش هواية، فيعني لازم أضطر أسويه سريع. فاليوم اختاريت شغلات بسيطة حتى بس أشوف لكم الطريقة مع الدمج. مع العلم هي شغلات كلش سهلة، بس راح نتأخر تقريبا شي 20 دقيقة أو تقريبا نص ساعة إذا تشتغل عليه شغل يعني ممتاز. طيب حاليا نخلي نخفي الطبقة ونشوف الفرق. مثل ما تشوفون الفرق واضح. إذا شفت التون أو التأثير قوي ماكو مشكلة، تقدر تخفف. تخفي وتفعل حتى تشوف الفرق بالشغل. طيب حاليا خلصنا من هذه الأداة. بعدين راح نوقف على الطبقة هذه مرة ثانية ونفتح طبقة جديدة. مثل ما تشوفون همين صار السهم جوا. بعدين راح نجي نختار اللون الأسود. ونختار مثلا قيمة بالعشرينات.
تعرفوا صار عندي لون ابيض. إذا دائما تريد الشغل يكون ممتاز وواقعي لازم تتعب عليه. شلون يبين عندك الشغل واقعي؟ لازم تشتغل على الظل والضوء. يعني حاليا الطبقة هذه ممتازة، أقصد طبقة البنت والشغلات اللي سويناها عليها، لكن مع ذلك أكو شيء ينقصها. لحد الآن الصورة مبينة دمج. ليش؟ لأن ما عندي ظل. لحد الآن الظل مفقود. حاليا راح نجي نفتح طبقة ثانية، وهذه الطبقة نسحبها جوا، اللي هي هاي مثل ما تشوفون صارت جوا هذه الطبقة. هالمرة ما راح نحتاج سهم، نخليها بوحدها، وراح نجي همين نختار اللون الأسود. ليش سويت هذا الشيء؟ يعني ليش خليت الطبقة جوا هذه الطبقة؟ حتى من أجي أشتغل على الظل يكون جوا الليل، يعني بهذا الشكل مثل ما تشوفون، يعني ما يصعد، شوفوا ما راح يصعد على القماش، راح يكون جوا بهذا الشكل. حتى أنطيلها شوية ظل وتبين كأنما واقعية أكثر. بهذا المكان ماكو داعي، لأن عندي الضوء جاي من هذه الصفحة. طيب حاليا صارت شوية واقعية أكثر، نقدر نكبر أكثر. مثلا نخليها بهذا الشكل. بعدين نجي نخفف. لحد ما نشوف اللون المناسب. طيب أول شيء انتهينا من عدها. بعدين نجي نفتح طبقة ثانية. وهذه المرة راح يكون الظل كلش قريب من المكان هذا. يعني من المكان التيشيرت او البدلة هذه. لازم دائما تشتغل طبقتين مثلا بهذا الشكل مثل ما تشوفون. حاليا راح تبين واقعية اكثر. مثل ما تلاحظون اكو لون ابيض، هذا اللون شلون نلغيه؟ نروح على طبقة البنت، وبعدين ندوس مثلا حرف ال اللي هو أول واحد، ونجي مثلا نحدد بهذا الشكل. ندوس ديليت مسح حتى يختفي عندي اللون الأبيض. بعدين أرجع على الطبقة هذه شوية، أحركها وأشتغل من جديد. مثل ما تشوفون الفرق. ونقدر همين نخفف شوية مثل ما تلاحظون. طيب حاليا صارت عندي هذه جاهزة، والطبقة هذه يحتاج لها شوية تخفيف بهذا الشكل. نقدر مثلا نسوي لها بلور، كازيان بلور، ونخليه شوية مشتت.
يعني مثلا هذا زين. طيب حاليا راح اجيب مثلا هذا الذئب، همين ادوس W واجي احدد. طبعا ما راح احتاجه كله، راح اختار يعني شيء مثل يكون جانبي مثلا بهذا الشكل. طيب شنو الموضوع؟ نجي على الايمج، خلينا ناخذ التحديد. RGB. طيب ندوس كنترول و تي، بعدين رايت كليك، نغير اتجاه الدب الذئب، بعدين ننزل الى هذا المكان حتى يكون خلف البنت. طيب حاليا بهذا المكان مكان زين. نجي بعدين نمسح الشغلات الزايدة، الأسرع نمسحها بالحرف ال اللي هو بهذا الشكل، يعني يكون مثل شعر أو فرو. نمسح من هذا المكان نفس الشيء. الطريقة هذه أسهل وأحسن من المساحة العادية، مثل ما تشوفون بين كأنما الشعر حقيقي، وهذا أكيد ما نسوي بنفس الطريقة لأن هذا يختلف. حاليا الطبقة هذه نسويها كنترول وجي، بعدين كنترول ويو، ونصبغها باللون الأسود، بعدين كنترول وتي، بعدين فليب فيرتيكال نقلبها، كنترول وتي نسويها بهذا الشكل. هذه تتحكم بيها لحد ما تشوف الشيء المناسب. طيب مثلا هذا مناسب، أول شيء أخفف الطبقة، بعدين أروح على فلتر بلور جازيان بلور، أختار مثلا فتشي يكون مناسب. طيب هذا زين، صار عندي هنا مثل تداخل بالظل لين عندي اثنين. أوقف على هذه الطبقة اللي هي طبقة الثعلب، بعدين
أدوس على ماسك، أدوس بعدين حرف البي وأمسح المكان هذا مثل ما تشوفون، حتى يصير عندي طبقة واحدة هو والبنت. طيب حاليا مناسب، الطبقة هذه ما تثعلب، أدوس مثلا عليها كنترول وال، أرفع القيمة من هذا المكان، بعدين كنترول ويو، نعطيه شوي لون أبيض. طيب بعدين الطبقة الأصلية مال الدب مال الثعلب اللي هو هذا، أفتح طبقة جديدة، أروح على Edit نفس الخطوات اللي سويناها، Fill، أوكي، العفو. Edit، Fill، بعدين ندوس Alt. حاليا دخل الملف هذا أو الطبقة بداخل الثعلب، بعدين ندوس شو اسمه المود Overlay، وبعدين راح نشتغل مرة ثانية بأداة الحرق. حاليا راح أشتغل على هاي الصفحة، خلي شوية أزيد قيمة الإكسبوجر. بهذا المكان اختار اللون الابيض او الهايلايت، اذا صارت عندك بهذا الشكل تقدر تخفف لحد ما تشوف الشيء المناسب. طيب بعدين هم نفتح طبقة حتى تكون واقعية اكثر، مثل ما تشوفون السهم معناته نفس الطريقة جاي اشتغل على الثعلب، بعدين اروح على الفرشة اختار اللون الاسود بس أسوي خفيف، وبعدين أشوف شيء المناسب مثل ما تشوفون قبل وبعد. دائما تتأكد من الطبقات لحد والتونات لحد ما تشوف الشيء اللي صار مناسب بالنسبة لك. طيب حاليا هذا زين، بعدين أوقف على أول طبقة، أجي أختار Ctrl و Shift و Alt و E، صارت عندي هذه الطبقة اللي بيها كل هذه الطبقات، بعدين أدوس عليها Ctrl و J راح تتضاعف. أجي مثلا هذه ألغيها بعد ما أحتاجها، أجي مثلا ألعب بالإعدادات أشوف الشيء المناسب.
يعني هذه تبقى بعد انت وذوقك. هذه نفسها العفو اخترناها. طيب حاليا هذه صارت جاهزة، بعدين نجي نختار. بالنسبة لهذه الطبقات هي موجودة على جوجل، اللي هو تأثير من الثلج، يعني الثلج من ينزل بس تكتب بالجوجل بالصورة راح تطلع. نختار مثلا الطبقة هذه، ندوس Alt ننزل شوية، بعدين كنترول و تي. بعدين الطبقة هذه ندوس عليها مثلا اعتقد سكرين صارت بهذا الشكل، نشوف شيء مناسب. اعتقد السكرين مناسب. طيب السكرين مناسب. الطبقة هذه تقدر تتحكم بيها، مثلا تغيرها اذا مثلا صار عندك هذا الثلج مثلا على الوجه، تقدر تغيرها، او مثلا كنترول وتي تغير الاتجاه من اليمين الى اليسار، صارت عندك بهذا الشكل. ونقدر نخفف الطبقة. نيجي مثلا أعتقد على gradient map، نشوف إن فد شي يكون مناسب. أعتقد هذا أوكي. بعدين نختار المود. هذا قبل وبعد. ونجي مثلا شوية نخفف الألوان للطبقة كلها. طيب حاليا نجي مرة ثانية، ندوس حرف الام، أريد أزيد من المكان الثلج يعني. اختار سكرين، صارت عندي اكبر، القيمة اكبر. ونقدر ندوس كنترول و ال حتى نخفف او نزيد، بعدين الت ونسحب الطبقة هذه مثلا بهذا الشكل، وتختار المكان اللي عجبك. ليش سويت كنترول و ال؟ مثل ما تشوفون هذا الخط، حتى تشتغل شغل احترافي ما تجي تمسح، لا هذا شغل مو زين. الشغل الاحترافي ندوس كنترول و ال وتتحكم مثل ما تشوفون. اكو شغلات بالفيديو احيانا اسويها متقصدة حتى ارجع اشرح الطريقة مالتها، حتى يعني توصل الفكرة بشكل اسرع. طيب حاليا اوكي. هسه نجي على آخر فقرة، همينا كنترول وشيفت والت واي، بعدين نختار المود، أعتقد الهارد لايت، أو مثلا الفيفيد، أعتقد لا الهارد. بعدين ندوس على فلتر، بعدين أذر، هاي باس، أختار مثلا قيمة 1 بوينت 0، أدوس أوكي. بعدين أدوس رايت كليك 100% مثل ما تشوفون الصورة هذه قبل بعد. إذا كان التأثير قوي
همينا نقدر نخفف. هذه قبل وبعد. طيب حاليا الدرس انتهى، شكرا جزيلا لكم على المتابعة، وأشوفكم إن شاء الله في درس ثاني. تحياتي لكم ومع السلامة.